بس رحت هناك وجلست انتظر وانتظر وانتظر حق وقت الرحلة. لا بس عادي يعني كل الانتظار ترى كله واحد، بالعكس تروح بدري هناك تقعد تستنى ولا شو يسمونه. هذا انا امشي 120 هون. يعتبر ان احنا واحد وربع، هذا احنا واحد يعني احنا واحد وثنتين الا ربع. يعني لو طالعين واحد وربع زي ما قال احمد الساعة كم بنوصل هنا؟ نزلنا وتوقف السيارة عشان نلحق. تعرف
تعرفين شو تسوين اذا نزلت؟ يقول لي احمد لا ما تعرف امي يروح وياها. اي بس ما ادري هذا هو ندخل على هذا حط هذا يطلع صح عدل كلامك. تروحين عند هذا حق الريسبشن بس ما ادري.